আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু। কেমন আছেন? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قل قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين.
العالمين. وكذلك نفصل الآيات.
قل إني نهي قل
قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما إن الحكم إلا لله إن الحكم إلا لله يقص الحق قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر ولا حبة في ظلمات الأرض
بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة أشد خلقا أم السماء بناها لله التكبير لله التكبير يا اخي رجاء ايوب ما شاء الله والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك دحاها والأرض
الله أكبر بسم الله Yeah.
فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما 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 ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أصحاب الميمنة. صدق الله.